قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن المفوضية الأوروبية تعكف حاليا على تجهيز العديد من الخيارات المختلفة على وجه السرعة لوضع سقف لسعر الغاز الطبيعي في الوقت الذي تحاول فيه التخفيف من حدة أزمة الطاقة. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن الهدف من ذلك هو وضع الصيغة النهائية لاقتراح قبل اجتماع قمة قادة التكتل في بروكسل في غضون أسبوعين فقط. وللمزيد أيضا ينضم إلينا مباشرة الزميل خالد شقير من مارسيليا. خالد، يعني بعد التحية، ويعني إذا تحدثنا عن ما يعني ما يوجه من الغرب وأوروبا لما يحدث في أوكرانيا، وتحديدا أيضا ما حدث اليوم بالعملية العسكرية الأوكرانية أو مستجداتها، وهو التفجير الخاص، وكنا نتحدث مع حسين مشيك، لكن ما هي آخر المستجدات عن ما يتم وعن فكرة المؤتمر المنتظر لإعادة الإعمار والحديث المبكر عن ذلك؟ تحياتي زميلي العزيز محمود ليك ولكل السادة المشاهدين. حالة من الترقب والحذر والخوف تسود هنا محمود بالنسبة لوسائل الإعلام الفرنسية. بعض من الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين أكدوا على أن هذه الضربة هي ضربة موجعة في للرئيس الروسي في ثاني أيامه بعد احتفاله بعيد ميلاده بالأمس، وتوقع الكثير منهم محمود الحقيقة أن تكون لضرب جسر القرم تداعيات خطيرة ورد فعل عنيف من قبل الرئيس الروسي في الوقت الذي كان الجميع يتحدث عن أهمية الدخول في مفاوضات، وأن الرئيس بوتين بعد ضم المناطق الأربعة الآن سيحاول أن يضع حدا للعملية العسكرية ويعلن انتصار روسيا حفاظا على لما وجه في الداخل الروسي، وأن الرئيس الفرنسي أكد على أهمية عدم إذلال روسيا والحديث بأن الباب ما زال مفتوحا للدبلوماسية بالرغم من استدعاء روسيا أو موسكو للسفير الفرنسي، إلا أن الأجواء أصبحت تشاؤمية بعد هذه الضربة. الحقيقة محمود جميع وسائل الإعلام تحدثت عن أن هذه الضربة هي ضربة عنيفة وسيكون لها بصورة أو بأخرى تداعيات. وهنا خالد، يعني أنا أشرت إلى هذا لأن بالتأكيد أنه يعني كما ذكرت أنه البعض ينتظر هذه الانفراجة، لكن يحدث شيء آخر فيزيد من الطين بلة، لكن تأثير ذلك على الطاقة هو الأساس في أوروبا، ونحن قرأنا هذا الخبر الخاص بوضع سقف لسعر الغاز الطبيعي، ونحن نعلم أن هناك أيضا أزمة في الطاقة في فرنسا، ولديك المزيد من المعلومات عن هذا وكيف يتم التعامل مع ذلك. الحقيقة محمود أزمة الطاقة هي أزمة يعني صعبة للغاية، تحدث عنها الرئيس الفرنسي في براغ بالأمس، وتحدث على أن هناك يعني اتفاق شيء ما أو خلافات شيء ما على إيجاد حل ووضع سعر للغاز بالقارة العجوز، ولكن أنياس بانير وناشي تحدثت عن عملية الترشيد، عملية ترشيد في استهلاك الكهرباء والغاز، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ظهرت أزمة جديدة، أنا أحدثك محمود، ومن خلفي هنا محطة للوقود تعتبر أحد أهم محطات الوقود هنا في مدينة مارسيليا، وهي مغلقة وذلك نقص بسبب نقص الوقود فيها. طبعا هذا النقص جاء نتيجة لعدم وصول الإمدادات من المصافي الفرنسية. فرنسا فيها 240 مصفى، ولكن هناك مشاكل لوجستية تحدث، و 20% من محطات الطاقة أو المحروقات عفوا من محطات المحروقات هي مغلقة، وبالرغم من تطمينات الحكومة الفرنسية على لسان المتحدث الرسمي للحكومة الفرنسية أوليفي فيران، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة ولا يوجد هناك حل
قبل يومين حسب ما ورد إلينا من الصحف الفرنسية محمود. الأزمة تدخل وتزيد الطين بلة فيما يخص زيادة الأسعار، عندما تزيد محمود أسعار المحروقات بالتالي ستزيد معها أسعار النقل وبالتالي أسعار السلع. منذ ثلاثة أيام كان هناك قرار من أوبك بلس، كان هذا القرار هو يعني بتخفيض إنتاج البترول والنفط، ولهذا هناك توقعات أن تزيد ارتفاع أسعار المحروقات بعد أسبوعين، في الوقت الذي كانت الحكومة الفرنسية تمد يد المعاونة لكل من يملك سيارة ب 30 سنت وشركة توتال إنرجي ب 20 سنت. اعتبارا من الأول من نوفمبر سيكون المجموع ما تقدمه الحكومة وتقدمه شركة توتال 20 سنت فقط. إذن هذا يأتي في وقت تزيد فيه أسعار النفط العالمية وينخفض فيه اليورو أمام الدولار. نحن أمام أزمة كبيرة جدا، هذه الأزمة أزمة الطاقة يمكن أن تؤدي إلى أزمة اقتصادية، والحكومة الفرنسية الحقيقة بتحاول تفادي أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية في الشارع الفرنسي. مأزق كبير، وكما ترى خلفي ليس هناك محروقات في 20% أو أكثر من 20% من محطات الوقود في فرنسا. نعم، أنا بشكرك على هذا التقرير الوافي ووجودك معنا زميل خالد شقير من مارسيليا، شكرا جزيلا لك.